تعرف على حضرتك تقادم الخطيب بالجمعية الوطنية للتغيير. المؤتمر النهارده كان اسبابه ونتائجه وتوصياته. الاسباب المؤتمر هو معروفه انها الاحداث التي حدثت امام ماسبيرو، وبالتالي حاولنا ان نقدم صوره حياديه تحاول ان تكشف الامور في اطار حياد دون التحيز الى طرف دون اخر، وان نجعل الصوره هي المعبر المتحدثه عن نفسها، وكذلك نكشف الزيف الاعلامي الذي قدمه التلفزيون المصري والحشد الغير مبرر والحشد الطائفي الذي قدمه التلفزيون المصري، والذي حاول فيه دائما ان ينحاز الى خطاب السلطة وهو المجلس العسكري كما كان يتحيز من قبل إلى خطاب المؤسسة النظام الحاكم البائد الذي كان يحكم مصر في تلك الفترة، وهو يدل على أن هذا الإعلام لم يتم تطهيره حتى الآن، وأنه عامل وعنصر مهم جدا في مسألة الوعي الجماهيري، وأنه قد يزيف الوعي الجماهيري ويأخذه إلى مسافة كبيرة جدا ومسافة بعيدة جدا عن الأمور الأساسية للثورة المصرية. نحن أردنا أن تكون هناك عملية حقائق ومكاشفة، وأننا قد نوضح أن ما تم هو عملية استعداء حقيقي واشتباك لصنع عملية كلاش بين الشعب والجيش، وأن هذا المخطط لن يمر ولن نسمح به، وأن الذين سعوا إلى هذا المخطط لضرب الجيش بالشعب نقول لهم لن تفلحوا في هذا أبدا، ولكن سنظل نوجه النقد إلى المجلس العسكري لأنه يمارس السياسة بينما الجيش هو مؤسسة وطنية حقيقية تسعى بالحب والتقدير والاحترام. شكرا استاذ. العفو. عرف على حضرتك عمر الحضري عضو المكتب التنفيذي لاتحاد شباب الثورة. المؤتمر النهارده عشان ايه؟ المؤتمر عن شان احداث ماسبيرو وتوضيح الحقائق بالنسبه لوجهه نظر الشباب اللي دعوا للمؤتمر، بالاضافه الى في كمان بعض الفيديوهات الحصري اللي قدمها بعض الصحفيين الاعلاميين اللي كانوا موجودين خلال المسيره من اول ما خرجت من شبرا لحتى وصولها مبنى ماسبيرو، بالاضافه ان احنا طبعا بنندد بالدور الاعلام المصري في التغطيه الاعلاميه اثناء الاحتجاجات وتعويم الامور وعمل صوره ضبابيه خلف يعني بياخد الستاره بياخد الشرعيه للقتل والذبح والمجازر اللي بيرتكبها دايما في هو بيكون ده قويه جدا لهذه. قدمتوا حلول للخروج من الازمه؟ في حلول كتيره، في مبادره قدمناها باسم اتحاد شباب الثوره واسم الكيانات المشاركه. اولا استقلال الاعلام المصري هيضمن لكل ان هو يبقى في شفافيه في العرض. نمره 2 لجنه تقصي الحقائق ان تكون هذه اللجان خاصه مختلفه عن اللجان اللي بتفرضها المجلس العسكري او الداخليه او وزاره العدل، واحنا بالتالي لا نثق في هذه اللجان لانها هي التي من القاتل هو القاضي، وبالتالي احنا لا ندري ماذا تصل الى اين تصل هذه اللجان في النتائج بتاعتها. شكرا. العفو.